ما هي اوقات زيارة القبور وما هو الدعاء الذي يدعى للميت في المقبرة وما حكم زيارة ايام الاعياد؟ القبور تسن زيارتها وليس لها حد محدود لا في الليل ولا في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم زارها ليلا وزارها نهارا عليه الصلاة والسلام وليس لها وقت محدود. يشرع زيارتها متى تيسر للعبد زيارتها فليس لها يوم محدود لا جمعة ولا غيرها. متى تيسر للزيارة وفرغ للزيارة أو وفقه الله للزيارة في أي وقت في يوم العيد أو في يوم الجمعة أو في السبت أو في الليل أو في النهار. أما يخص لها وقت يوم العيد راتبا أو يوم الجمعة راتبا هذا لا أصل لكن يدعوها متى تيسر يتذكر بها الآخرة والموت ويسعد بالآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإن أذكركم بالآخرة وكان يعلم أصحابه فيقول عليه الصلاة والسلام لهم إذا دخلتم القبور قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية. وكان يزور بقية وسلم ورسولهم ويقول السلام عليكم دار قوم فيهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غدا مؤجلون اللهم اغفر لأهل بقية غرقت. هذه زيارة عليه الصلاة والسلام والمقصود منها مثل الآخرة مثل الموت وإحسان الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم هذا المقصود حتى يستعد للآخرة وحتى يستعد للموت قبل الوجود. في بعض البلاد يزورونها ليلة العيد إذا أعلن فجأة في رمضان ليلة العيد أو صباح العيد زيارة جماعية لا نعلم لها هذا بدعة هذا لا ليس له أصل هذه خاصة ليلة العيد أو غير ليلة الليالي جماعيا يقصدونها لا أصل ولا ينبغي لا هذا يعتبر بدعة إذا أرادوا أنها خاصة وأنها قربة وهذا ظاهر عملي. طيب يا شيخ الميت إذا وضع على عربة مدفع على هذا جائز؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ في بعض الدول الإسلامية يوضعون ويوضعون الجنازة يوضعوا على عربة مدفع يدقون المسيكة ويحملون المقود هل هذا؟ أما يكون يحمل السيارة حتى لا يتعبوا لا يحملوا فوق عربة مدفع أما على طريق أصلا ما نعرفها أصلا وستة من الأسئلة إذا كان مع الموسيقى صار أصبح وستة خيول سود بعد يشترى فيها لا 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 لا